بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أعطيكم هذه المعلومة السريعة اليوم حول تكرار كلمة اليوم في القرآن. أيها الأحبة، لو بحثنا عن كلمة يوم في القرآن كله، طبعا استثنينا كلمات يومين، أيام، يومئذ، فقط كلمة اليوم، يوما، باليوم، لليوم، فاليوم، يعني يوم بالمفرد. شاء الله أن يجعل عدد كلمة يوم في القرآن 365 مرة. والحقيقة هذه من أكثر المواضيع إدهاشا بالنسبة لمن يتأمل القرآن. يعني لماذا يأتي هذا الرقم بالذات وليس رقم آخر؟ مع العلم أن القرآن العظيم 600 صفحة. يعني لو أردنا أن نقسم عدد صفحات القرآن على عدد ذكر كلمة يوم في القرآن، نجد بمعدل يعني كل صفحتين يذكر كلمة يوم تقريبا أو أقل. إذن هذه الكلمة لماذا ذكرها الله 365 مرة بعدد أيام السنة الشمسية؟ نحن نعلم أن عدد أيام السنة الشمسية 365 يوما وربع تقريبا. طيب، كلمة شهر شاء الله أن تذكر في القرآن 12 مرة بعدد أشهر السنة تماما. طيب، هذه مصادفة، أيضا هذه مصادفة. يعني كان من الممكن أن القرآن بما أنه ذكر كلمة اليوم مئات المرات، كان ممكن أن يذكر الشهر مئات المرات لو كانت العملية عشوائية. إذن العملية مقصودة أيها الأحبة، العملية مقصودة تماما. بعض الناس استغرب وقال طيب كلمة شهر بالمفرد تكررت 12 مرة بعدد أشهر السنة، والله تبارك وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طيب، عدد الأشهر 12 شهرا وذكر في القرآن 12 مرة، تمام. طيب، المفروض أن القرآن يذكر عدد أيام السنة الهجرية أو السنة القمرية وليس الشمسية، لأن القرآن كما يقولون لا يعترف بالسنة بالتقويم الميلادي. هنا مغالطة أيها الأحبة. التقويم الشمسي التابع للشمس هو من خلق الله، يعني الله قدر لهذه الأرض أن تدور حول الشمس كل سنة دورة، مدة هذه السنة 365 يوما، وقدر الله للقمر أن يدور حول الأرض في السنة 12 مرة، يدور 12 دورة، مجموع الأيام 354 يوما وشيء قليل وربع أو ثلث هكذا، ولكن أقرب عدد صحيح هو 354 يوما. إذن السنة القمرية وليست الهجرية، على فكرة هذه السنة ليس لها علاقة بالتقويم الهجري، الله خلقها كذلك 354 يوم. وخلق الله السنة الشمسية 365 يوم. هذا خلق الله، ليس له علاقة لا بميلاد المسيح عليه السلام ولا بالتقويم الميلادي ولا العبري ولا غيره، هذه حقيقة كونية ليس لها علاقة. والقرآن العظيم يعترف بخلق الله، القرآن يعترف بهذا الرقم 365. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق القمر. أحد الأحبة أرسل لنا تعليقا أنا أعجبني حقيقة، أحببت أن يعني أبثه لكم من خلال هذه الومضة الرقمية التي هي فعلا مبهرة. كلمة شهر أين ذكرت أول مرة في القرآن وأين ذكرت آخر مرة في القرآن؟ الشهر ذكر أول مرة في سورة البقرة، إذا تذكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني تحدث القرآن أول مرة
عن الشهر في آية شهر رمضان. شهر رمضان أي يتحدث عن رمضان وعن إنزال القرآن. آخر مرة ذكر فيها أو ذكرت فيها كلمة الشهر في القرآن، تعلمون جيدا، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا آخر مرة ذكرت كلمة الشهر في القرآن. إذن أول مرة في البقرة وآخر مرة في سورة القدر، من عند شهر رمضان إلى خير من ألف شهر، وكلتا الآيتين تشيران إلى شهر رمضان، وتشيران إلى إنزال القرآن، وتشيران لليلة القدر تحديدا يعني التي أنزل فيها القرآن. المهم، الأخ الفاضل، العمل الذي قام به أن القرآن بما أنه ذكر كلمة شهر هنا أول مرة وهنا آخر مرة، وكلاهما يشير لشهر رمضان، فقام بعد كلمات يوم بين هاتين الآيتين، يعني من آية البقرة إلى آية القدر. هنا أيها الأحبة، حقيقة هذه هي الحقيقة الثانية التي أحببت أن أتأملها معكم. الآن كلمة شهر ذكرت أول مرة في سورة، قلنا، البقرة، وكلمة شهر ذكرت آخر مرة في سورة القدر. بينهما 354 يوم، يعني كلمة يوم ذكرت بين هاتين الكلمتين بالضبط 354 مرة بعدد أيام السنة القمرية. إذن هنا نعود ونقول إن القضية مقصودة وليست مصادفة، لأنه يعني كيف جاءت، يعني إذا كانت أول نتيجة جاءت بالمصادفة، هل يعقل أن هذه النتيجة تأتي بالمصادفة؟ أن كلمة شهر تذكر أول مرة هنا وآخر مرة هنا، وبينهما عدد الأيام، لأن الشهر هنا والشهر هنا مرتبط بالسنة القمرية، صحيح، فجاء عدد الأيام بينهما، أو عدد كلمة يوم بالمفرد من هذه الآية إلى هذه الآية بالضبط 354 مرة بعدد أيام السنة القمرية. والله أيها الأحبة، أنا بالنسبة لي أجد أن هذا ليس مصادفة، وبخاصة أن القرآن يحتوي على مئات بل آلاف من هذه التناسقات التي تشهد على صدق الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه العظيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه المعلومة، وأشكر الأخ الذي أرسل هذه المعلومة أو أشار إليها في التعليقات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.